اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي بيخوض ميرانو الثاني بالامارات على ملعب الكريكت. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ادى ميرانو الثاني في تمام الثامنه من مساء اليوم بتوقيت الامارات في ابو ظبي، استعدادا لخوض مباراه السوبر المصري مساء يوم الجمعه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعود بهذه البطوله. الفريق كان خاض ميرانو الاول مساء امس على نفس الملعب، وتضمن العديد من الفقرات البدنيه والاستشفائيه للتخلص من الاجهاد، ثم اجرى مارسيل كولر المدير الفني تقسيمه قويه اشتملت على العديد من النقاط الفنيه الخاصه بالتحضير لمباراه السوبر. وكانت بعثة النادي الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي قد وصلت إلى الإمارات عصر أمس بعد رحلة طيران استغرقت قرابة 3 ساعات ونصف من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي، ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري في 7:30 من مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. وزي ما حضراتكم شايفين اي حاجه عايز تشوفها، لاعبين الفرقه، الاوتيل عامل ازاي، اللعيبه بتاكل ازاي، بتشرب ازاي، المحاضرات، الامور كل ده اتفرج عليه على شاشه قناتكم قناه النادي الاهلي اللي دايما بتبقى حريصه على التواجد الدائم في كل الايفنتات الخاصه بالنادي الاهلي. ويعني زي ما حضراتكم شايفين دايما بنحاول نكون متواجدين، ودايما بنحاول نجيب لحضراتكم كل ما يخص النادي الاهلي خلال الاسبوعين 3 اللي فاتوا تقريبا من نص رمضان لغايه دلوقتي. معظم المباريات اللي اتلعبت للنادي الاهلي سواء مباريات العاب الصالات، يعني سواء السله او الطايره، يمكن قليل الهاندبول، ولكن السله والطايره بنحاول نجيبها لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي. الهاندبول بتبقى في شويه مشاكل شويه، ولكن في النهايه على قد ما بنقدر بنحاول نجيب لحضراتكم. دايما بيكون لنا بعثه موجوده من شاشه قناه النادي الأهلي أو من قناة النادي الأهلي علشان تبقى موجودة مع الفريق الأول لكرة القدم، علشان تنقل لحضراتكم كل الأحداث اللي حضراتكم شايفينها. كل اللي حضراتكم شايفينه ده مش هتشوفوه إلا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، ودي أقل حاجة نقدمها لجمهورنا الحبيب اللي دايما بيبقى موجود معانا وبيتفرج علينا، جمهور النادي الأهلي العظيم الحقيقة اللي له دور كبير جدا جدا من 1907 وحتى الآن في كل البطولات وكم البطولات الكبير اللي النادي الأهلي بياخده من خلال وجود جمهوره في كل المحافل. زي ما حضراتكم شايفين النهاردة بمناسبة الجمهور، قريت كده من امبارح بيقول لك